لفضيلة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة. أحبتي في الله، إن أعدى الأعداء من لا يواجهك وإنما يغدر بك ويطعن في الصحابة الأخيار بلباس الإسلام والمسلمين، وهذا هو أقوى الأعداء ظاهريا، وإلا ففي باطنه هو على شفا جرف انهار. إذا رأيت نيوب الضبع بارزة فلا تظنن أن الضبع يبتسم، إنه النفاق والمنافقون. إن النفاق لآفة فتاكة إن أهملت أدت إلى الأسقام، وقضت على آمالنا في أمة راياتها في البحر كالأعلام. المنافقون ذلكم السوس الذي ينخر في جسد الأمة المسلمة منذ عهد النبوة إلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لهم ألف وجه بعدما ضاع وجههم، فلم تدر فيها أي وجه تصدق. إن المنافقين يتربصون بالمؤمنين الدوائر، خذلوا المؤمنين في أحد وتبوك، ولا زالوا يخذلونهم إلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لسان حالهم لن تستريح قلوبنا إلا إذا لم يبق في الأرض الفسيحة مسلم. ولنا وقفة مع فضيلة الشيخ عثمان الخميس وحول محور لماذا الطعن في الصحابة، فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الثبت الثقة أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول عندنا حق، وأن القرآن عندنا حق، وإنما أوصل لنا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، والطعن فيهم أولى وهم زنادقة. هكذا يقول هذا الإمام الجبل الذي يمكننا أن نقول كان ينظر بفضل الله تبارك وتعالى إلى الغيب من طرف خفي. هذا الرجل كان يدرك المراد من الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن نعلم علم اليقين وأن نتنبه حذرين إلى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مقصودين لذاتهم. هم لا يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرة على الدين، غير مقصودين لذاتهم، لا يريدون أصحاب النبي، لا يقولون هذا فيهم غيرة على الدين، غيرة على الرسول، غيرة على آل البيت زعموا. إن الأمر أعظم من ذلك وأكبر، إنهم يريدون إبطال الدين، يريدون إبطال القرآن الذي جاء به هؤلاء الصحابة، يريدون إبطال السنة التي جاء بها هؤلاء الصحابة. من نقلت القرآن؟ من نقلت السنة؟ إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا إلى القرآن الكريم وكيف نقل إلينا لعلمنا أنه نقله الثقات الأثبات الأصحاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلا متواترا. من نقله؟ من رواة القرآن؟ عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان، علي ابن أبي طالب، أبي ابن كعب، عبد الله ابن مسعود، أبو الدرداء، أبو موسى الأشعري، زيد بن ثابت، أبو هريرة بن عباس.
هؤلاء هم نقلة القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء وصلنا القرآن الكريم عن طريقهم، فالطعن في هؤلاء طعن في نقلهم، طعن في القرآن. لا يريدون هؤلاء، يريدون أن يجرحوهم فلا يوثق بما نقلوه. ولذلك قال أبو زرعة: يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. من نقلت السنة؟ السنة بجملتها تدور على سبعة من الصحابة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدور على سبعة من الصحابة، رووا تقريبا 70% من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلهم بلا استثناء غير مرضيين عندهم. فهم لا يريدونهم، يريدون السنة التي نقلوها. أبو هريرة، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، عائشة، عبد الله بن العباس، جابر بن عبد الله، أبو سعيد الخدري، هؤلاء الذين تجاوزت روايتهم 1000 حديث، كلهم غير مرضيين عندهم. من أين نأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم الذين بعدهم الذين رأوا بالمئين ولم يصلوا إلى 1000، عبد الله بن مسعود، أبو موسى الأشعري، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، البراء بن عازب، وكلهم غير مرضيين عندهم. فهؤلاء يريدون الكتاب والسنة، عندما يطعنون في هؤلاء الصحابة يطعن يمكنهم بعد ذلك أن يطعنوا فيما نقلوه. فإذا كان النقلة غير ثقات فالمنقول لا اعتماد عليه أصلا. يجب عليكم أن تحذروا، يجب عليكم أن تتنبهوا، إن الناس يخططون إلى بعيد وليس هذا الأمر بقريب بل من زمان قديم، وهم على هذه الحال كما قال أبو زرعة رحمه الله تبارك وتعالى. أسمعتم أحدا منهم يسب أبا جهل، يسب أبا لهب، يسب فرعون، يسب هامان، قارون، السامري، يسب النمرود؟ ما سمعنا بهذا ولا قرأناه في كتبهم، مع أن أولئك كفرهم صريح وفعلهم شنيع، نص الله على كفرهم ونص النبي على ذلك، وقال عن أبي جهل فرعون هذه الأمة، ومع هذا لا يسبونهم ولا يتكلمون عليهم، بل لا يسبون إبليس ويسبون هؤلاء. ما جريمتهم؟ ما صنيعتهم؟ لماذا تكرهونهم؟ لأنهم نقلة القرآن والسنة. يحسدونكم على ما عندكم من الخير، ما عندهم أسانيد للقرآن، ما عندهم أسانيد للسنة. أسانيد القرآن والسنة ينقلها أهل السنة والجماعة. هم يريدون الطعن في الكتاب، يريدون الطعن في السنة، يريدون دينكم، لا يريدون الصحابة، يريدون الدين الذي نقله الصحابة رضي الله. ماذا فعل الصحابة؟ الصحابة قال الله فيهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تراهم ركعا، أي من عادتهم وديدنهم، ركعا سجدا. أهؤلاء منافقون؟